الإسلام ربي وربك الله هلال رشدا وخيرا. في شهر رمضان سأحفظ سورة واحدة على الأقل وأتعلم معناها. في شهر رمضان لن أضيع وقتي أمام التلفاز واللعب. في شهر رمضان عندما أكون في المسجد سأضع بعض الأموال في صندوق التبرعات دون أن يراني أحد سوى الله. في شهر رمضان سأجمع من مصروفي في صندوق وأعطيها لمن يحتاجها في نهاية رمضان. في شهر رمضان سأصلي كل الصلوات المفروضة وأجتهد في أداء السنة. في شهر رمضان ساعد أمي في طبخ الطعام وغسل الصحون. في شهر رمضان نذكر بالفقراء والمساكين وبذل الصدقات والزكاة لهم. في شهر رمضان سأفتح صفحة بيضاء مشرقة مع الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصالحة. أدعو الله أن يبلغنا في شهر رمضان ونحن في صحة وعافية. تدلل بالوصل وأجزل للقلب عطاء ظلل كالغيم وأسدل خيرا وتفضل لعباد الله. رمضان ملأ الوجدان دفءا ليفوح منه القرآن طيبا في الروح وسعى جمع للجنان تعجل.